انجولار بيدي لك تولز كتير جدا 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 او بي اوتوميت كمان عمليات كتير جدا ورا الكواليس، بيخليك بتعمل كل حاجه بسهوله. يعني مثلا الديبندنسي انجكشن، وطبعا هنتكلم عنها بالتفصيل بعدين، ولكن خليك فاهم ان احنا بننجكت شيء ما جوه الكود بتاعنا في الران تايم. العمليه دي عشان احنا نعملها بايدينا، وعشان نبتدي بقى نمنتين الدي اي تري بتاعنا او الدي اي كونتينر بتاعنا، العمليه صعبه جدا وفعلا محتاجه تركيز. وبتشوف بقى انه انستنس بيسمع فين، ومين سنجلتون، ومين بيشغال مثلا في حدود الموديول بس، مين شغال في حدود كومبوننت بس. فالعمليه فعلا صعبه جدا. احنا لسه ما فهمناش بالتفصيل يعني ايه ديبندنسي انجكشن، ولكن هنعرف قدام شويه ان انجولار بيوفر لنا تولز كتير زي التعامل مع الديبندنسي انجكشن. بيدينا راوتنج سهل جدا، انت يا دوبك بتقول له لما اليوزر ينافيجيت للراوت ده او للروت ده، انت هتهندل الكومبوننت ده. ايه اللي بيحصل ورا الكواليس ما بنشغلش بالنا. برضو من الحاجات او التولز المهمه جدا اللي انجولار بيديها لنا عمليه مثلا الاس اس ار او السيرفر سايد ريندرنج. وهنعرف كمان شويه ان في طرق كتير جدا لعمليه الريندرنج، من اشهرها مش الوحيدين ولكن اشهرها ان احنا ممكن نريندر في البراوزر مباشره او نريندر في السيرفر، وبعد كده بنبعت النتيجه بتاعت الريندرنج ده للبراوزر عشان يكمل عمليه الريندرنج اللي بنسميها هيدريشن. فعاده يعني المواقع اللي هي او الابلكيشنز اللي بتبقى بروفيشنال قوي وتبقى حساسه قوي قوي للعمليات الاوبتمايزيشن وكده، احنا عاده بنستخدم كذا باترن مع بعض، بندمجهم مع بعض. يعني في جزء من الابلكيشن لازم يرندر في البراوزر، في جزء لازم يرندر في السيرفر، في جزء او في كومبوننتس معينه بترندر جزئيا في السيرفر وبعد كده بتطلع تكمل في البراوزر، حسب بقى حالات كتير. عشان نعمل الكلام ده مانيولي طبعا احنا محتاجين موال. الفريم وركس اللي زي انجولار ورياكت وغيرها بتدينا تولز بتسهل علينا او بتاوتوميت تعتبر العمليه دي. احنا بس ايه شويه او شويه كونفيجريشنز كده والموضوع بيظبط معانا. انجولار بقى فيه مميزات كتير كتير، يعني مفيش وقت ان احنا نتكلم عنها كلها، ولكن طبعا احنا مع كل درس هنكتشف مميزات جديده. في كل درس هنكتشف مميزات فعلا ما كناش نقدر نعملها بالجافا سكريبت العادية.